ولمتابعة هذا الموضوع أسعد هذا المساء باستضافة السفير عبد الله المعلمي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة. سعد سفير، أشكر لك حضورك معنا في العربية الليلة هذا المساء. شكرا لكم وأهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيد المعلمي. بداية، لماذا هذا القرار السعودي، هذه الخطوة السعودية، وكيف ستترجم على أرض الواقع في مكافحة كورونا حول العالم؟ هذا القرار يأتي استكمالا للدور القيادي للمملكة العربية السعودية الذي بدأت تؤديه في شأن كارثة الكورونا منذ أن بدأ الوباء بالانتشار، ودعت المملكة إلى عقد قمة استثنائية لمجموعة الـ20 لتنسيق الاستجابة لهذه الجانحة، وقد تم ذلك فعلا، وصدرت على القمة قرارات هامة بما في ذلك القرارات الخاصة بتقديم الدعم للاقتصاديات المحلية ودعم جهود تطوير أدوية ولقاحات لمكافحة المرض، ودعم الجهود اللازمة لتعميم هذه العلاجات واللقاحات على جميع الدول في العالم بدون استثناء. وهذا القرار يأتي ليعطي بعداً أممياً وبعداً قانونياً للنتائج التي توصلت إليها مجموعة الـ20، ويعطيها البعد العالمي نتيجة تأييد ومباركة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة لهذا القرار ومضمونه. نعم، طيب كيف سيفعل هذا القرار سيد المعلمي؟ يعني ما الذي سينتج عنه من إجراءات؟ ما هي مخرجات هذا القرار؟ كيف سينفذ؟ سينفذ القرار عن طريق عدة قنوات، منها منظمة الصحة العالمية بالدرجة الأولى التي يدعو القرار إلى تقديم مزيد من الدعم لها، ويدعو إلى تعميم المعلومات بينها وبين الأعضاء في هذه المنظمة. كذلك هناك مجموعة من الجهود التي تبذل لتطوير اللقاح في عدد من المراكز، ويأتي هذا القرار ليدعم هذه الجهود ويساندها ماديا ويساندها معنويا ويدفع بها نحو الأمام. هنالك مسألة الدعم الاقتصادي للدول بما في ذلك تعليق تسديد الفوائد على القروض بالنسبة للدول الأقل نمواً، نعم، وتقديم الدعم للدول متوسطة الدخل ومنخفضة الدخل حتى تتمكن من تجاوز آثار المحنة، وغير ذلك من الفقرات العديدة التي رعاية اللاجئين والمشردين والنازحين وأشرتم إليها في مقدمة هذا الحديث. نعم، وغير ذلك. لكن سيد المعلمي، عذرا على المقاطعة، كيف سيتم تمويل كل هذه الجهود؟ سيتم تمويل هذه الجهود عن طريق المخصصات التي تضعها الدول الكبرى والدول القادرة بما في ذلك مجموعة الـ20. مجموعة الـ20 أعلنت أساسا عن حملة تنشيطية للاقتصاد بتريليونات الدولارات، وهناك مزيد من هذا الدعم الاقتصادي الذي يقدم أو قدم خلال الفترة الماضية، وسوف تستمر هذه الدول في تقديم الدعم عن طريق المؤسسات الدولية، الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، صندوق النقد الدولي إلى آخر ذلك. فالقرار يأتي شاملا لينظم ويضع إطارا متكاملا لكل هذه العمليات حتى يتم تنسيقها والدفع بها إلى الأمام بشكل متوازن. نعم، كيف تنظرون سيد المعلمي إلى اعتماد مشروع القرار الذي قدمته السعودية يعني بهذا الإجماع يعني في المجلس في الأمم المتحدة؟ ما الذي يعكسه؟ هذا القرار وهذا الإجماع يعكس كفاءة الدبلوماسية السعودية التي سعت منذ اليوم الأول للأزمة إلى العمل على إعداد هذا القرار وصياغته بالطريقة التي تضمن الأخذ في الاعتبار كل المشاغل الموجودة لدى الدول الأعضاء، حتى إن القرار في النهاية اعتمد بأغلبية ساحقة وبدون معارضة أي دولة على الإطلاق، حتى الدولة والدولتين الذين تقدموا باعتراضات في البداية اضطروا لأن يسحبوا اعتراضاتهم ويصوتوا إما بالامتناع وإما بالموافقة
على القرار، فهذا يدل على نجاح كبير للمملكة العربية السعودية وللوفد الدائم في استقطاب الأفكار والرؤى التي تحملها الدول المختلفة الكبيرة منها والصغيرة. نعم، هذا النجاح في الدبلوماسية السعودية سيد المعلمي، يعني ما مصدره أولا، وكذلك ما انعكاسه كذلك على باقي أو ملفات أخرى مهمة في المنطقة وفي مجلس الأمن والأمم المتحدة؟ هل سألت ما مصدره؟ نعم، مصدره السياسة الدبلوماسية السعودية الواضحة التي تعتمد على المبادئ وتعتمد على التعاون والتوافق والتفكير الجماعي، ومصدره الكفاءة المتميزة لمنسوبي الوفد من الزملاء والزميلات الذين عملوا على هذا القرار وكانوا موضع احترام وتقدير وترحيب من قبل جميع الدول الأعضاء. انعكاساته في المستقبل هو يدفعنا إلى مزيد من العطاء وإلى مزيد من النجاح في القرارات التي تعدها المملكة العربية السعودية. المملكة والوفد الدائم أصبحت لديه خبرة متراكمة في إعداد القرارات التي تتطلب إجماعاً وتتطلب تأييداً واسع النطاق بين الدول. يعني لو كنا نريد أن نطرح هذا القرار ليفوز بأغلبية بسيطة 50+1 مثلاً ولا شيء من هذا القبيل لكان أمكننا أن نفعل ذلك بشكل أسهل بكثير، ولكن أن يحظى القرار بموافقة 122 صوت ومعارضة 0 من الأصوات هذا نجاح استثنائي أعتقد أنه نعم، يعني إجماع، يعني بالإجماع وإجماع ساحق. سؤال الأخير سيد المعلمي إليكم، كذلك هذا المشروع يعني أو الذي أصبح الآن قانونا بعد التصويت عليه بالإجماع سيكون في يستعين في مخرجاته بنتائج كذلك قمة مجموعة 20 التي ترأسها السعودية، ما العلاقة؟ العلاقة أن مخرجات قمة 20 تم استيعابها في هذا القرار، أصبحت قرارا للجمعية العامة وليس فقط قرارا لمجموعة 20 على أهمية قرارات مجموعة 20، ولكن أن يحظى بهذا التأييد الأمم الشامل يعطيه بعدا أوسع وأعمق وأكثر شمولية. ماذا بعد؟ سيكون هناك القمة القادمة للعشرين التي ستعقد، وهي القمة العادية التي ستعقد إما في الرياض وإما افتراضيا، وأنا متأكد أنها ستعيد التأكيد على معطيات هذا القرار ومخرجاته ومنظوره وبنوده المختلفة. أشكركم شكرا جزيلا من نيويورك السفير عبد الله المعلمي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة. التوتر الذي ارتفعت وتيرته